السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل نظام لايتنج مع بعض. طيب لو انا عايز احط اي حاجة على السيلينج، سواء الرشاشات بتاعت الحريق او مخارج الهواء بتاعت التكييف او الانوارة بتاعت الكهرباء، فلازم احط الحاجات دي على السيلينج. لو حطيتها في الفلور بلان بتحط عكسي، تمام؟ فلازم يكون في سيلينج. طيب قبل ما اعمل سيلينج هخش في البروجكت براوزر، اختار براوزر اورجانيزيشن. هنا دي انواع كتيره من التنظيم، ممكن تعمل واحده جديده. هنا السيمبل دي فيها خاصيه معينه، تعال نبص كده في الايديت. هنا في الفلتر ايه اللي يظهر؟ يعني ممكن في بعض الفيوهات تبقى موجوده في المشروع بس مش ظاهره عندي، مثلا حاجه كهرباء وانا شغال في تكييف بخفي الفيو بتاع الكهرباء، تمام؟ فهنا لازم يكون في خاصيه في الفيو كلاسيفيكيشن، خاصيه اسمها سيمبل عشان تظهر معايا. طيب انا ممكن الغي الفلتر ده خالص، اخليه بنان كده، كل الفيوهات تظهر معايا. طيب الجروبنج هو هنا مرتبهم حسب السب ديسيبلين، يعني اتشيفاك لايتنج وهكذا. ممكن اقول له رتبهم لي برضو حسب الفاميلي ان تايب، يعني دي فلور بلان ولا 3 دي فيو ولا سيلينج. طيب الترتيب بتاعهم برضو لو هم كلهم في نفس النوع هترتبهم حسب الفيو نيم، يعني حسب يشوف الترتيب الابجدي ولا اسوسيتد ليفل. اسوسيتد ليفل يبقى زي ما هي موجوده في الواقع، يعني البيزمنت وبعد كده الجراوند وبعد كده بقيه الادوار وبعد كده الروف. اقول له اوكي. اوكي طيب خلينا نيجي هنا، هتلاقي هنا السيلينج اهوت، ممكن تعمل سيلكت عليه وتغير السب ديسيبلين فهو اوتوماتيك هيتنقل للايتنج. طيب هاجي هنا في السيستمز هقول له انا عايز لايت فيكتشر، الفيرتيكال فيس ده يتحط على الحيطه، لا انا عايز حاجه تحط على الفيس على السيلينج. احط واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا، تمام كده انا حطيت على السيلينج. طيب عايز ابدا بقى اكمل الشغل بتاعي، ممكن تكمل شغل في السيلينج او تفتح اللوحة بتاعت اللايتنج. طيب عايز ابدأ احط الالكتر كيوبمنت، عايز ابدأ احط البانل بورد بتاعتي. طيب اختار بانل بورد واختار حاجة 400، وانت بقى شوف عايز تحطها فين، مثلا عايز تحطها برا او عايز تحطها جوه الغرفة زي ما انت عايز، تمام؟ يعمل سيلكت عليها، تعالى هنا شوف الديستريبيوشن سيستم بتاعتها ايه، وشوف انت عايز تديها اني اسم، بدل نيم مثلا اس اس اكس اكس مثلا، تمام. طيب هعمل انا سيلكت على اي لايتنج فيهم، اقول له انا عايز اعمل سيستم باور، بيقول لي اختار البانل اللي انت عايزها، ففي اكس اكس، او ممكن تقول له سيلكت بانل وتختار البانل اللي انت عايزها. طيب دلوقتي انا عايز بقى اوصل الباقي، هقول له edit circle وابدا اقول له انا عايز اضيف edit circle، عايز اضيف ديت وعايز اضيف ديت وعايز اضيف ديت، وده البانل بتاعتي finish، تمام. فدول بقى كلهم موجودين، ولو دوست tab هيبدا يوصلهم لي بالشكل دوت، ممكن تقول له انا عايزهم على شكل ارك بالشكل دوت. طيب عايز ابدا احط مفتاح للاناره ديت، فهروح لسيستمز واجي هنا في الديفايس هقول له انا عايز مفتاح لايتنج، تمام. ممكن تضيف مفتاحين، يعني كل اتنين على مفتاح مثلا على سبيل المثال، تمام. وممكن تغير الارتفاع بتاعهم، تمام، وتحط ده مثلا هنا. هاجي هنا لللايتنج ديت واقول له انا عايز اعمل سويتش، تمام. بيقول لي سيلكت سويتش، اختار مثلا السويتش دوت، تمام. ودوت هقول له ايه انا عايز اخش في السويتش سيستم، او هقول له انا عايز الايديت ان انا هضيف دي معايا للسويتش دوت، وده برضو نفس الفكرة، هقول له انا عايز استخدم سويتش معين اهوت، يبقى تقدر تضيف كل مفتاحين على سويتش، تمام، او تضيفهم كلهم على سويتش واحد، او يعني زي ما تحب، تمام. اهو
اول ما تعمل سيلكت هيبدأ بقى يقول لك انت عايز توصل ازاي اهو. سيلكت سويتش اخترنا دوت، اديت، وممكن تضيف ده معاك.